وعن أحوال الطقس من النشرة التاسعة. مرنا إيهاب وقفة أخيرة. شكرا لك محمد، شكرا أميرة. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، الأسكندرية 33-24، مطروح 30-23، بورسعيد 36-26، والإسماعيلية 39-25. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 26، العريش 35-25، طابة 40-26، شرم الشيخ 43-30، والغردقة 42-30. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 30، أسوان 44-28، الوادي الجديد 43-26، شلاتين 42-30، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 31. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.